راديو نيل. صباح الفل عليكم وعلى الناس كلها اللي بتسمع نغم اف ام دلوقتي. معاكم وقام ردي وده معادنا معاد طب وبس, ودايما بنكون معاكم من الاثنين للخميس من الساعة 11 للساعة 12 كل يوم, حلقة جديدة, ضيف جديد, معلومات جديدة, ويا رب دايما تستفيدوا بيها. والنهاردة ضيفنا اللي مشرفنا في استوديو نغم دكتور زكريا محي الدين, رئيس قسم العيون بمستشفى جمال حمادة المركزي, واخصائي جراحات القرنية وزراعة العدسات وتصحيح الابصار بمركز اي كير بالاسكندرية. وصباح الفل يا دكتور. صباح الفل عليك يا وقام وعلى كل المستمعين. جاي لنا من اسكندريه ومنور الدنيا كلها والله. الله يخليك يا رب. يعني النهارده طبعا هنتكلم عن القرنيه بطبيعه الحال ودورها والامراض اللي بتصيبها, وخلينا نبدا كده بالمشكله اللي بدات تظهر كتير جدا الفتره اللي فاتت, وهي القرنيه المخروطيه, ونشرح كده للناس يعني ايه اصلا, يعني ايه دور القرنيه في العين, ويعني ايه قرنيه مخروطيه. طيب يعني احنا كويس ان احنا بدأنا بالسؤال ده اللي هو يعني المفروض ان هو اهم سؤال, لان في ناس كتير بتتلخبط مش عارفة ايه هي القرنية, وبيتلخبطوا ما بين القرنية والشبكية, والقرنية بيقولوها على الشبكية والشبكية بيقولها على القرنية, وهم حاجتين منفصلين تماما. واجزاء العين كلها, كل جزء من اجزاء العين ليه تخصص منفصل واهتمام خاص. القرنية هو اول جزء بيقابل الضوء, هي يعني لما ببساطة جديدة لما عايزين نشرح للناس, إن لما تيجي تبصي لحد بتشوفي البياض بتاع العين والجزء الدائري اللي في النص, اللي في نص العين. الجزء الدائري ده اللي انا بشوف من خلاله لون العين, سواء واحد بنقاء يعني ازرق, واحد بنقاء يعني اخضر بني. هو ده, هي دي القرنية, وهي الحقيقة هي شفافة, هي مش اللون. اللون ده جوه العين اللي هي لون القزحية, انا بشوف من خلالها لون العين. فالقرنية في حد ذاتها هي شفافة اصلا. فدي يعني المعلومة المهمة اللي الناس كتير للأسف مش عارفينها, بيفكروا ان لون العين هو ده القرنية. هي ملونة؟ لا هي مش ملونة, هي شفافة, هو ده اللي بيسمح لنا ان احنا نشوف لون العين, وبيسمح ان الضوء يخش اساسا من خلالها ويوصل للشبكية عشان نعرف نشوف الصورة بشكل اوضح. لكن اللون ده هو القزحية. قزحية بالضبط. ودي دورها ايه بقى؟ القزحية ليها ادوار كتير. يعني ابسط حاجه ان هي بتدينا اللون الجمالي بتاع العين, وليها في مكونه هي من القرنيه. افندم, هي امام القرنيه؟ لا هي ورا القرنيه. ورا القرنيه, هي جوه العين. اوكي. وليها مجموعه عضلات بتقلل حجم النني وبتكبر حجم النني على حسب الاضاءه. وده يعني على حسب العضلات اللي بتشتغل, بتنقبض او بتريلاكس او بتنبسط عشان تغير حدقه العين على حسب الاضاءه. ده يعني ابسط فانكشن او وظيفه ليها. نرجع للقرنية. تمام. دور القرنية ايه؟ القرنية زي ما قلت لحضرتك من شوية ان هو اول جزء بيقابل الضوء او بيقابل الشيء اللي انا بشوفه. وهو مهمته ان هو يخلي الضوء يعدي خلالها من خلالها وينكسر, ولما ينكسر يوصل لحد الشبكية, يتجمع على الشبكية عشان يبقى تشوفي الصورة بشكل سليم وواضح. الانكسار ده بيتم في مكانين في القرنية, وده أول مكان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي, وعدسة العين اللي هي داخل العين اللي هي ورق قزحية. أوكي. القرنية مسؤولة عن تلتين القوة الانكسارية بتاعت العين. عدسة العين مسؤولة عن التلت المتبقي للقوة الانكسارية بتاعت العين, عشان في الآخر الصورة تتجمع على الشبكية تحديدا في مركز الإبصار, عشان الشخص يقدر يشوف الصورة بشكل واضح وسليم من غير أي تشوهات أو زغللة, أو يبقى شايف الصورة مش مظبوطة. العدسة هي أمام القرنية؟ العدسة ورا القرنية وورا القزحية. أوكي. تمام. القرنية دي أول حاجة في العين. أول حاجة من قبل. والشبكية دي آخر حاجة في العين اللي بيوصل عندها الصورة, اللي هي بنقول عليها الشبكية, بنقول عليها الكاميرا بتاعت العين اللي بتوصل الصورة بعد كده عن طريق العصب البصري للمخ فنقدر نشوفها. فيترجمها فنحن نعرف. سبحان الله. تمام. طيب القرنية يعني ليها أمراض كتير بطبيعة الحال, ولكن يعني الفترة اللي فاتت بنسمع عن القرنية المخروطية. تعريف بسيط كده عن إيه قرنية مخروطية؟ طيب. ببساطة جديدة القرنية المخروطية هي تحدب في القرنية. القرنية دي ليها كيرفتشر أو ليها تحدب معين. لو زاد عن ليميت معين
بنقول عليه زيادة في التحدب أو بروز في القرنية، وبنقول عليه بياخد شكل مخروطي، بنقول عليه قرنية مخروطية. التحدب ده مشكلته إيه؟ إن هو بيؤدي إلى إن القرنية تبقى رفيعة، كل ما التحدب ده بيزيد كل ما القرنية بترفع، وشكلها بيبدأ يبقى غير منتظم. احنا الطبيعي ان القرنية بتاعتها بتبقى منتظمة، يعني الجزء لو قسمنا القرنية اربع تربع كل ربع فيها بيبقى ميرور ايمج او سيمتريكال للربع التاني. النص اليمين زي النص الشمال، النص اللي تحت زي النص اللي فوق، والاربع تربع سيمتريكال لبعض كلهم. هما تقريبا نص دورية مش كده؟ بالظبط بالظبط. فالتحدب ده لما بيزيد عن حد معين بنقول عليه قرنية مخروطية، لما يزيد عن الحد المعين المتعارف عليه في المجال بتاعنا في وسط أو في يعني في الطب، وبالتالي بيغير شكل القرنية، بتبقى غير منتظمة، ما بتبقاش سيماتريكال خلاص، وبترفع كمان في السمك بتاعها، بتبقى رؤيئة أو بتوصل إن السمك بتاع القرنية رفيع جدا في المراحل المتقدمة. تمام. طيب لو حصل ان سمك القرنية بدأ ان هو فعلا يقل، او الشكل النص دايرة المنضبط تماما بالملي ده اللي ربنا خلقه بدأ يبقى فيه شكل مخروطي، او بيبقى مثلا يعني فيه بروز معين كده من قدام، تمام، هيحصل ايه للعين؟ هيأثر ازاي علينا؟ المشكلة اللي كنت لسه بتكلم فيها ان هي القرنية مسؤولة عن انكسار الضوء او الاضاءة اللي طالعة من الشيء اللي انا بشوفه، عشان تنكسر والأشعة بتاعتها تنكسر وتتجمع على الشبكية في نقطة محددة اللي هي مركز الإبصار على الشبكية، فعشان أعرف أشوفها بشكل سليم. تمام. القرنية دي لو غير منتظمة هيحصل إن الصورة مش هتتجمع على الشبكية بشكل سليم، ويحصل اللي بنقول عليه تشوهات في الرؤية، تشوهات في الإبصار، الجودة بتاعت الصورة ما بتبقاش سليمة. بيشوف المريض ازاي الصورة؟ يعني الشخص المريض بالقرنية المخروطية الحقيقة بيبقى ليه أعراض كتيرة جدا، بس أهمها ان هو بيبقى شايف الدنيا مزغللة، حتى لو لابس النظارة مش زغللة بسيطة، ممكن توصل لمرحلة ان هو يشوف كل حاجة ليها شادو او ليها خيال، ليها ظل. يعني يشوف الشخص اللي قدامه او يشوف الكلام اللي مكتوب على التلفزيون ليه ظل فوقيه او تحتيه او على يمينه او على شماله، بيبقاش محدد زي ما الطبيعي اللي مفروض نشوفه، الشكل الطبيعي اللي مفروض نشوفه. الزغللة دي زي زغللة الاستجماتيزم؟ لا، هي أسوأ كتير. أسوأ. لان الاستجماتيزم فيه منه نوعين، في نوع اللي هو المنتظم، استجماتيزم منتظم، وده شخص عادي جدا بيلبس نظاره فالاستجماتيزم بيصلح بيه الاستجماتيزم ويبقى شايف كويس. القرنيه بتسبب عدم انتظام في القرنيه، يعني القرنيه مخروطيه بتبقى قرنيه غير منتظمه، وبتسبب استجماتيزم برضو بس من نوع اخر، استجماتيزم غير منتظم. غير منتظم. والاستجماتيزم الغير منتظم ده هيخلي الصوره تقع على الشبكيه بطريقه غير منتظمه هي كمان، ويبقى فيها تشوهات الصورة، وتبقى شايفه كل حاجه ليها ظل حتى لو متصلح بالنضاره، حتى لو لابس نظاره. عشان كده النظاره برضو هنتكلم في يعني كمان شويه، النظاره مش احسن حل للقرنيه المخروطيه، لانه انت بتحط نظاره قدام عينيك على قرنيه مش منتظمه، يبقى ما عملناش حاجه، يعني ما صلحناش السبب نفسه، ما صلحناش القرنيه نفسها. تمام. طبعا كلام كتير لسه هنعرفه عن القرنيه المخروطيه وعن مشاكلها وعلاجها هيقول لنا طبعا عليها ضيفي العزيز اللي نورنا في استوديو نعم اف ام، دكتور زكريا محي الدين، رئيس قسم العيون ومستشفى جمال حماده المركزي، واخصائي جراحات القرنيه وزراعه العدسات وتصحيح الابصار بمركز اي كير بالاسكندريه. خليكم معانا، انتوا لسه بتسمعوا طب وبس على نغم اف ام. هنطلع نسمع حمائي ونرجع على طول. على نغم اف ام بتسمعوا طب وبس، ودايما بنكون معاكم من الاثنين للخميس من الساعه 11 للساعه 12، ولسه معاكم وام وجدي وضيفي دكتور زكريا محي الدين، رئيس قسم العيون بمستشفى جمال حماده المركزي، واخصائي جراحات القرنيه وزراعات العدسات وتصحيح الابصار. وبنتكلم واتكلمنا قبل كده عن تعريف القرنيه وعن دورها في الابصار وعن المشكله اللي ظهرت في الفتره الاخيره بكثره، هي القرنيه المخروطيه، وعرفنا يعني ايه قرنيه مخروطيه وبتاثر ازاي على الابصار. خلينا دكتور بقى نعرف يعني هي بتيجي ليه، وفي سن معين يعني بتيجي فيه القرنيه المخروطيه دي، ولا ممكن تيجي لاطفال او شباب او كبار، يعني ايه بالظبط الموضوع؟ كلام جميل. هو
بتيجي ليه ده؟ ليه أسباب كتير أو ليه عوامل كتير. خلينا نفرق ما بين حاجتين أو نقسم الموضوع لجزئين. السبب إيه والعوامل اللي بتخليها تظهر إيه؟ لأن السبب اللي اكتشفوه من سنين فاتت مؤخرا، يعني مش مؤخرا، يعني مؤخرا بالنسبة لنا في الطب مش يعني سنة أو سنتين، مؤخرا بالنسبة لنا ممكن تبقى 10 سنين. إن هو في عامل وراثي. أوكي. وعامل وراثي قوي كمان. فده السبب اللي بيدور حواليه كله، كل الكلام عن القرنية المخروطية في آخر يعني السنوات الأخيرة الماضية. ففي عامل وراثي موجود، ممكن تلاقي عيلة كاملة عندها قرنية مخروطية. ما كانش بتشخص زمان يا دكتور، يعني أصلا عمي ما سمع، يعني زمان احنا صغيرين ما كناش نسمع حاجة كده خالص. يعني هو زمان الحقيقة يعني ممكن من 15 سنة ممكن أكتر شوية، الـ الأجهزة بتاعت الفحوصات بتاعت القرنية والأجهزة اللي بتقيم لنا حالة القرنية كانت أقل كتير من الأجهزة الموجودة حاليا. التطور اللي موجود في الأجهزة والتكنولوجي اللي موجودة في اكتشاف المرض ده بالذات، لأن هو مرض شائع، هو مش نادر، لأن في بعض الناس بتشوفه أنه هو نادر. هو مش نادر، هو شائع ولكن ما كانش بيكتشف بسهولة. دلوقتي بقى بيكتشف بسهولة، عشان كده حسينا أنه هو بدأ كتير يزيد. أو يعني لا هو مش زاد، هو اكتشافه بقى أسهل. السبب الرئيسي زي ما قلنا هي العامل الوراثي. ده سبب مهم جدا، لكن العامل الوراثي لوحده مش كفاية، في عوامل بتخلي العامل الوراثي ده يظهر أو القرنية المخروطية دي تظهر. أهمها وأشهرها هو الدعك في العين أو الهرش الجامد في العين بطريقة عنيفة ومستمرة. في ناس بيبقى يعني مزاج عندهم ان هم يقعدوا يدعكوا في عينيهم عشان مثلا في تروباية دخلت او عندهم حساسية، بالذات الناس اللي عندهم حساسية بيبقى غصب عنهم، يعني ريفلكس طبيعي ان هو بيقعد يدعك في عينيه، بس هو ما بيرتاحش في الاخر. فمش هو ده الحل ان انت تريح نفسك او ان انت تعالج الحساسية دي ان انت تقعد تدعك في عينيك. لا، خد علاج للحساسية يريحك وما تدعكش في عينيك. الدعك في العين ده الأطفال يا دكتور بيدعكوا في عينيهم برضو، مبقاش التحكم فيهم سهل يعني. يعني عندك حق طبعا، بس المفروض ان هو حتى في الأطفال يعني الحاجات دي تتعالج أول بأول، وما نسيبش أولادنا. والكلام ده برضو نوجهه يعني للأباء والأمهات ان هم ما يسيبوش أولادهم على طول ايديهم في عينيهم عمالين يدعكوا، عشان حاجات كتير، عشان الانفكشن، وعشان حاجات كتير، اسباب كتير، بس اهمها موضوع كمان القرنيه المخروطيه. ان هو ممكن يكون عنده الجين موجود، العامل الوراثي موجود، والدعك في العين ده بيضعف الالياف الكولاجين اللي موجوده في القرنيه. القرنيه متكونه من الياف كولاجين بتضعف بالدعك الجامد في العين او بالهرش الجامد في العين ده، وبتخلي القرنيه المخروطيه تبدا تظهر. طب هتظهر ازاي؟ زي ما قلنا من شويه، المريض هيشتكي، يعني الشخص ده هيشتكي، هيبدا يقول انا بدات ازغلل، بدات ما اشوفش كويس، ممكن يطنش شهرين، ثلاثه، سته. هتلاقي الموضوع بيتدهور مع الوقت، سنه ورا الثانيه، مع أول اكتشاف مفروض ناخد الحاجات دي باهتمام شديد. مع أول كشف عند حد متخصص ممكن يطلب له الفحوصات اللازمة بتاعت القرنية ويكتشف إن هو عنده قرنية مخروطية. فده السبب الرئيسي، قلنا الوراثة. العوامل أهمها هي الدعك في العين أو الهرش في العين بطريقة عنيفة ومستمرة. والحقيقة بنشوفها برضو كمان من ضمن العوامل في المرقبات، اللي بالذات النقاب بتاعهم بيبقى لازق قوي على عينيهم. فدول بننصحهم ان هم الفتحه بتاعه العين بتاعه النقاب يوسعوها شويه او ينزلوها شويه، ما تبقاش لازقه في القرنيه او لازقه في العين، لان كتر الاحتكاك ده برضو بيضعف الالياف بتاعه الكولاجين ويظهر بيأثر لنا عوامل الاظهار بتاعه القرنيه المخروطيه. زي ما قلت لحضرتك كده، يظهر لنا بقى القرنيه المخروطيه. طيب بالنسبه للناس اللي عندهم جفاف في العين او عندهم حساسيه للاضاءه او الحاجات دي كلها، هل ده بيأثر على، يعني ممكن يسبب قرنيه مخروطيه؟ هو هيسبب بشكل يعني indirect او شكل غير مباشر، ان هو عن طريق ان هو يدعك في عينيه، عن طريق ان هو مكسل ان هو يروح يكشف، وكل همه ان هو
بس يقعد طول الوقت يدعك في عينيه وده بيريحه نفسيا، لكن هو في الحقيقة برضو مش بيرتاح في الآخر، بالعكس هو بيعمل له مشكلة. فهو هو بيسبب لنا قرية مخروطية بس بشكل، أو يعني في الناس اللي عندهم برضو تاني، هرجع وأقول الناس اللي عندهم استعداد السبب أو الاستعداد الوراثي. طيب قبل ما نطلع الفصل يا دكتور، في سن معين بيجي فيه القرنية المخروطية ولا لهاش علاقة؟ القرنية المخروطية اللي عنده الجينات ديت هي عنده من صغره، فبنشوفها في ناس عندهم 10 سنين واطفال صغيرين وبنعمل لهم تثبيت قرنية، وده هنتكلم فيه كمان شوية. لكن البيك او ان هو يحصل اتاك قوية ممكن من غير يعني سبب محدد في فترة اللي هي 18-20 سنة، السن ده بالذات أوائل العشرينات ممكن نلاقي فجأة الموضوع تدهور بشكل ملحوظ وشكل كبير وعمل لنا مشاكل أو مضاعفات القرنية المخروطية بقى اللي هنخش فيها، وتخلي الموضوع بدل ما هو كان قرنية مخروطية متوسطة بقت مرحلة متقدمة، ونوصل لما يعني لعمليات كبيرة زي ترقيع القرنية وخلافه. الناس اللي بنكتشفهم يعني كبار شوية في السن ده هم ما أصابوش بالقرنية المخروطية وهم كبار في السن، هو كان احنا اكتشفناهم متأخر. هو الفكرة كلها يا إما حاجة من الاثنين، يا إما احنا اكتشفناهم مؤخرا عمره ما كان كشف على عينيه، أو كان بيجدد النظارة عند حد غير متخصص وخلاص مش مشكلة، أو يعني زمان ما كانش فيه برضو الفحوصات الدقيقة زي دلوقتي، بس مع أول مثلا ظهور مية بيضة أو أي مرض تاني عنده أو جرايح لحد متخصص يكشف عليه كشف عادي دوري اكتشف أنه هو عنده قرنية مخروطية. طيب خلينا بعد الفاصل نرجع نتكلم بقى عن العلاجات، يعني احنا فهمنا المرض وفهمنا أبعاده، ايه العلاجات وهل ممكن القرنية المخروطية يكون ليها علاج مثلا بالأدوية ولا لازم تدخل جراحي؟ يعني تفاصيل كتير أكيد هنعرفها النهاردة، وخليكم معانا بعد الأغنية دي، هنرجع ليكم مكملين في طب وبس على نغم أف أم. أنا نغم أف أم طب وبس، بنسمعكم وبتسمعونا النهاردة، وضيفي العزيز دكتور زكريا محي الدين رئيس قسم العيون بمستشفى جمال حمادة المركزي، وأخصائي جراحات القرنية وزراعة العدسات وتصحيح الإبصار بمركز آي كير بالأسكندرية. كلامنا طبعا عن القرنية وأمراضها، وبعد ما فهمنا دورها ومشاكلها خلينا نتكلم عن الحلول، إيه الحل أو الإجراءات الطبية اللي بيحتاجها مريض القرنية المخروطية دكتور؟ الحلول الحقيقة أهمها وأولها تثبيت القرنية، وده عشان نثبت التدهور الحالة بتاعت القرنية. لأن القرنية المخروطية زي ما أنا قلت من شوية هي يعني مرض بيتدهور أو بيتطور مع الوقت، وليه مراحل مختلفة، يعني بيبدأ بمرحلة مبكرة جدا، وياريت ان احنا كلنا نلحقها في المرحلة ديت، وبعد كده مرحلة متوسطة، وبعد كده مرحلة متقدمة ساعتها حلها ما بيبقاش غير ان احنا نغير القرنية دي خالص. فكل ما نلحقها بدري كل ما يكون الحل ابسط واحسن. تثبيت القرنية هو اول حل مفروض لاي حد بيكتشف ان هو عنده قرنية مخروطية، خصوصا لو في السن بتاع اللي هو عشرينات أوائل التلاتينات، لأن طبيعي عند آخر التلاتينات أو أوائل الأربعينات القرنية بنقول عليها بتتثبت تثبيت رباني. يعني إيه؟ الألياف الكولاجين ديت بتنشف عند السن اللي هو في أواخر التلاتينات أوائل الأربعينات من عند ربنا كده، فمش مش ساعتها اللي هيجي لنا وهو عنده مثلا حاجة 40 سنة حاجة 50 سنة غالبا ما بيحتاجش تثبيت، لأن خلاص ما بيحصلش تدهور وبيحصل اوريدي تثبيت ربنا. فأول حاجة هو التثبيت، والتثبيت ده في منه مدرستين. في مدرسة بتقول لو حد جاي لهم لو حد جال دكتور وبيتبع المدرسة ديت وشايف ان هو عنده قرنية مخروطية في عين واحدة بيثبت له العين اللي فيها قرنية مخروطية والعين التانية لا. المدرسة دي الحقيقة أنا مش معاها قوي، لأن المدرسة التانية بتقول لا ثبت العينتين، لأن القرنية المخروطية هو مرض بيجي في العينتين. العينين الاتنين، ولكن ممكن عين تسبق العين التانية. فإيه اللي هيخليني أصبر على العين التانية لما تتدهور وبعد كده أرجع أثبتها؟
تمام، نظرية. نظرية طبعا. يعني وجهة النظر الثانية أو الحاجة الثانية اللي عايز أتكلم فيها في موضوع التثبيت القرنية على حسب السن. زي ما قلت لو سن صغير أنا أفضل إن الواحد ما يستناش، أو المفروض إنه ما يستناش. في برضو في مدرستين في الموضوع ده، في مدرسة بتستنى لحد ما يتأكد إن فعلا في تدهور فيخلي البيشنت أو المريض يرجع له تاني كمان 6 شهور أو كمان 3 شهور ويعمل أشعة تانية أو فحص تاني على القرنية. لا، الأرقام أو التحدث بتاع القرنية بيزيد، يبقى هو كده دوكيمنتد إن هو القرنية بتدهور، ساعتها يثبتها. لقاها ما بتزيدش بيستنى عليه ويتابعه برضو متابعة لحد ما يطمن إن هي فعلا ما بستيبل أو ما بتثبتش. أنا برضو ضد المدرسة دي، أو أنا مع المدرسة التانية اللي بتقول ان لا، وانس ان انا اكتشفت ان المريض اللي جالي ده عنده قرنيه مخروطيه ليه اخليه يتدهور؟ يعني اصلا ما يعني انا استنى عليه لحد ما اثبت انه بيتدهور. طب انا اوكي، انا اثبت انه يتدهور، بس هو الشخص ده خسر شويه نظر، والنظر اللي خسره في التدهور ده مش هيرجع تاني، فاثبته على الوضع الكويس ما خليهوش يوصل للمرحله دي. فبرضو الموضوع ده فيه برضو مدرستين. ممكن استنى لو حد زي ما قلت لحضرتك في سن كبير شويه، لو حد اوريدي بنسبه كبيره هيكون حصل تثبيت يعني من عند ربنا كده، والالياف الكولاجين تثبتت ونشفت من غير اي حاجه. لكن في سن صغير ما استناش، يعني ليه استنى واسيب له فرصه ان هو يتدهور عشان بس اقول ده تدهور؟ يعني مش يعني انا مع المدرسه الثانيه اللي هو لا، ثبته وثبت الانتين. طب ايه الاجراء التانية دكتور؟ يعني هل في عمليات تانية لتثبيت او لحل موضوع القرنية المخروطية غير تثبيت النظر في القرنية؟ هو ده شيء، ده يعني سؤال مهم جدا، لان القرنية تثبيت القرنية ده مش اجراء عشان المريض يشوف احسن، ده اجراء عشان نخلي او نوقف التدهور بتاع الحالة، نوقف التدهور بتاع القرنية. طيب يعني بعد العملية المريض هيشوف احسن؟ لا، المريض هيشوف نفس نظره اللي كان شايف بيه قبل التثبيت. طيب الفايدة منه ايه؟ ان انا بثبت الوضع على ما هو عليه عشان ما يتدهورش. طيب انا عايز احسن بقى، والمريض ده لازم يفهم طبعا الكلام ده كويس جدا قبل ما يعمل العملية دي عشان يبقى عارف توقعاته ايه. طيب انا عايز بقى احسن النظر، انا ثبت الوضع على ما هو عليه. في اساليب كتيرة لتحسين النظر، اهمها هو وأحسنهم من وجهة نظري هي العدسات الصلبة اللاصقة، بس للي يستحملها. يعني إيه للي يستحملها؟ ودي نحط تحتها 10 خطوط. لأن العدسات الصلبة اللاصقة إحساسها صعب جوه العين، والمريض صعب جداً إنه يعني يفضل عايش بيها طول اليوم، ما يقلعهاش غير وقت النوم. في ناس كتير بتستحملها، لكن نسبة كبيرة ما بيستحملوهاش. ميزتها الرهيبة ان الرؤية من خلالها كويسة جدا، لان هي صلبة بتتحط على القرنية، ان هي عدسة على القرنية، فبتغير شكل القرنية للشكل الطبيعي. بتخليه منتظم تاني، فالرؤية بتاعتها الرؤية من خلالها بتبقى كويسة جدا. الحل التاني لو حد ما نفعهوش الحل ده، زرع الحلقات او الدعامات داخل القرنية. الموضوع ده كان بيتعمل بطريقة مانيوال زمان، دلوقتي بيتعمل بالفيمتو ليزر بطريقة أأمن كتير وأسهل كتير، وما بتاخدش دقايق. وتاني الهدف من العملية دي إن هو نغير شكل القرنية أو نعيد شكلها للشكل الأقرب للطبيعي. ترجعش طبيعي 100%، لكن أقرب حاجة للطبيعي. بس برضو المريض لازم يفهم إن إحنا بنحسن له النظر، مش بنسبة 100%، هي مش عملية ليزك، لكن بنحسن الجودة بتاعت الصورة، سواء من غير نظارة بعد العملية أو برضو ممكن ساعات يحتاج يلبس نظارة بسيطة خصوصا بالليل، برضو هيبقى شايف أحسن لو عمل زرع الحلقات، لأن احنا غيرنا شكل القرنية أو رجعناها للشكل الأقرب الطبيعي المنتظم. طيب خلينا نطلع الفاصل ونرجع. يعني أنا عندي سؤال. طب مثلا أنا كده كمريض، مثلا افرض أنا عندي طول نظر أو قصر نظر أو استجماتيزم مع مشكلة القرنية المخروطية، لأن ملهاش علاقة، هل ساعتها بقى ممكن نجري عمليات تحسين إبصار أو تصليح إبصار بعمليات ليزر، ولا مريض القرنية مش هينفع معاه العمليات دي؟ فخلينا نعرف إجابة السؤال ده بعد الفاصل. هنرجع لكم على طول. طب وبس على نغم أفقام، ولسه معاكم مؤام وجدي، خليكم معي.
في آخر دقيقة في حلقتنا النهاردة، وبنكمل كلامنا عن القرنية المخروطية، ولسه معانا منورنا في استوديو نغم دكتور زكريا محي الدين، رئيس قسم العيون بمستشفى جمال حمادة المركزي، وأخصائي جراحات القرنية وزراعة العدسات وتصحيح الإبصار بمركز آي كير بالأسكندرية. وكنا بنسأل يا دكتور، لو المريض عنده قرنية مخروطية وكمان عنده ضعف مثلا طول نظر أو قصر نظر أو أستجماتيزم، هل في ممكن يحصل عمليات تصحيح إبصار بالليزر زي اللي بنسمعها وبنشوفها يعني كتير جدا على الفيسبوك وعلى والعروض اللي موجودة على النت، واعمل مش عارفة كم عملية وتاخد حاجات الغريبة اللي بتحصل دي؟ أولا، هل ينفع أصلا تصحيح الإبصار بالليزر مع مريض قرنية مخروطية؟ استحالة. يعني قرنية مخروطية، وانس ان المريض اتشخص ان عنده قرنية مخروطية، الليزر ما يلمسش يعني اصلا. يعني وده للأسف بنشوفه كتير في العروض بتاعت السوشيال ميديا الغير منطقية، ان المريض بيروح وبكل بساطة يعمل الفحص، او ممكن ما يعملش اصلا الفحص بتاع القرنية عند حد غير متخصص. لو حد متخصص في امراض القرنية الموضوع بيبقى اسهل كتير ان هو يشخص انه عنده قرنية مخروطية، وان هو يمنعه انه يعمل العملية زي دي. لكن للأسف الشديد، وانا بحذر الناس من الموضوع ده، العروض اللي بقت مالية الدنيا باسعار منخفضة جدا، والناس للأسف بتجري عليها عشان موضوع السعر الرخيص ده، ممكن يبقى الموضوع لسه في اوله او في مرحلة مبكرة، يتعمل له ليزك وبعد العملية شهرين ثلاثة ست شهور يلاقي نظره ضعف تاني، يروح يكشف بقى عند حد متخصص، ساعتها يكتشف ان الليزر سرع له او حدوث العملية، حدوث القرنية المخروطية، او خلاه يتدهور بصورة اسرع. كان هو ماشي ببطء لسه، وكان لسه ممكن يتلحق يتعمل له تثبيت وشكرا، وما يتعملش اي حاجة تانية، ويلبس نظارته تاني وما فيش اي مشكلة. لكن هو يعني ماشى في سكة زي ما بيقولوا اللي يروح ما يرجعش. يعني تدهور ووصل لمرحلة، ساعتها بقى ندور له على تثبيت، وبعديها نشوف بقى نقدر نصلح له نظره ازاي، او نغير له الشكل الغير منتظم ازاي، عن طريق زي ما قلنا زرع حلقات او عدسات صلبة لاصقة او خلاف. تمام. يعني اي مريض يعني بيفكر ان هو يجري ورا العروض اللي موجودة على النت واسعار قليلة جدا لعمليات تصحيح الابصار، لازم الاول يتأكد ويعمل فحوصات ان كانت في عنده قرنية مخروطية او لا. بالظبط. هو المفروض ان ده الطبيعي اللي بيتعمل لاي حد بيعمل ليزك، بس خوفا من عدم مصداقية البعض. بالزبط. فاحنا بنبقى واخدين حذرنا لانها فيهاش تهريج. المفروض ان العملية دي عشان الى حد ما سهلة بالنسبة لدكاترة العيون، فتقريبا كل دكاترة العيون بيعملوها، بس في ناس متخصصة في القرنية، فاحنا نروح لحد متخصص عشان وما نستسهلش ونروح لأي حد يكون عامل عرض من العروض إياها ديت، ونكتشف في الآخر أنه يا ريتني ما كنت عملت عملية، يا ريتني كنت فضلت بنظارتي، كان ساعتها كان هيبقى شايف أحسن من الوضع اللي حصل. مريض القرنية المخروطية بعد ما يعمل تثبيت نظر، لو عنده أي مشكلة، هل بيلبس نظارة ممكن؟ بعد التثبيت في عندنا طبعا القرنية المخروطية في حد ذاتها بتسبب استجماتيزم غير منتظم زي ما قلنا، واكيد هيبقى معاه قصر نظر اكيد. طيب نصلحه، ينفع بعد التثبيت يعمل ليزك؟ حتى لو عمل تثبيت ما ينفعش يعمل ما ينفعش احنا تمام خلاص شور. طب الحل ايه؟ انا غيرت شكل القرنية سواء بالحلقات، بزرعات الحلقات، او بالعدسة الصلبة اللاصقة. عدسة الصلبة اللاصقة خلاص انا كده حسنت القرنية، والعدسة ديت بيبقى ليها مقاس بتحسن له بتحسن النظر. لكن زراعة الحلقات ومازال غيرت له بس شكل القرنية، اقدر اعمل ساعتها زراعة عدسات داخل العين تصلح له قصر النظر. لكن ليزر القرنية ممنوع منعا باتا في حالات القرنية المخروطية. يعني انا بشكر حضرتك جدا، نورتني يا دكتور وشرفتني، وبجد حلقة جميلة وانا شخصيا استفدت منها، ويا رب يكون كل الناس اللي بتسمعنا استفادت النهاردة من حلقتنا. بشكر حضرتك يا دكتور، وان شاء الله يعني يكون لنا لقاء تاني باذن الله. دكتور زكريا محي الدين، رئيس قسم العيون بمستشفى جمال حمادة المركزي، واخصائي جراحات القرنية وزراعة العدسات وتصحيح الابصار بمركز اي كير بالاسكندرية، كان من ضيفي النهاردة وكان منورنا في استوديو نغم. بشكر حضراتكم جدا جدا، دايما خليكم معانا ودايما تابعونا على نغم اف ام. كنت معاكم النهارده وئام وجدي، سلام. طب وبس مع وئام وجدي من الاثنين للخميس من 11 ل 12 الظهر على نغم اف ام.